بمناسبة تخليد يوم المساجد، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط حفلاً دينياً تجسيداً للعناية الموصولة والمتجددة التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساجد. الحفل عرف تكريم عدد من بناة المساجد والصناع التقليديين الذين ساهموا في تشييد بيوت الله. هذا الموعد موعدا إعلاميا وموعدا عموميا تقدم فيه حصيلة السنة، ويكون مناسبة لتقديم الشكر وطلب الله تعالى أن يخلف وأن يجازي كل من أسهم في بناء المساجد. برنامج هذا الحفل الديني تميز بتقديم شريطين حول المساجد التي بنيت من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفتحت في وجه المصلين بإفريقيا، والمساجد التي شيدت من طرف المحسنين خلال هذه السنة.